بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. النهارده بإذن الله معانا موضوع جميل جدا، هو قالب للقرآن الكريم. طبعا ده هيكون صدقة جارية لنا كلنا، طبعا مش فايدة منه الربح ولا فايدة منه أي حاجة، بس هتبقى حاجة مهمة وجميلة جدا إن احنا بنعملها. طبعا كلنا عندنا حساباتنا على الجيميل، وعندنا طبعا في بعض الناس عندنا منهم مدونات، فكل اللي المطلوب مننا إن احنا نروح على المدونات اللي عندنا ونعمل مدونة جديدة ونسميها أي اسم يناسب القالب. أنا هسميها مثلا القرآن الكريم، طبعا نكتب فيها اسم هنا، نشوف الاسم ده هيتوافق ولا لأ. انا هختار اسم ده هنا، باللي غير متاح فانا هحاول برضو اعدل فيه. طيب انا كتبت اسم النموذج القرآن الكريم، وكتبت هنا قرآن ام بي 3 تي في، طبعا اسم المدونة، واختار اي قالب من هنا واقول له انشاء. طبعا هتكون صدقة جارية لينا كلنا وهتنفعنا. هنا بتظهر عندي، هنا بدوس على رفض، بدوس على المدونة اللي انا عملتها واعمل لها عرض زي ما انت شايف، بتبقى بالشكل ده. كل اللي عليا بس ان انا هروح على قالب واروح على تحرير دي اتش ام ال، هروح الاقي طبعا انا هكون حاطط لك الملف ده اللي هو بتاع القالب، هتفتحه عن طريق المفكرة وتاخد كل المحتوى اللي جواه، تحدده كله وتاخده كوبي، وهتروح تحدد ده كله برضو وحذفه كده، وحاطط القالب كده وعامل له حفظ، ونعمل عرض المدونة زي ما انت شايف. دلوقتي بقى عندي موقع اسمه قرآن كريم تي في، قرآن ام بي 3 تي في زي ما انت شايف. وطبعا تقدر تشغل من هنا الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام طبعا صدقة جارية لنا كلنا طبعا، وتنفعنا الناس اللي عندها امتحانات والناس اللي بصفة عامة يعني في الدنيا كلها بصفة عامة زي ما انت شايف. طبعا بقى عندنا الموقع هو جميل جدا، صدقة جارية، كل اللي يخش عليه ويستمع القرآن الكريم أو يتصفح الصور بتاعة القرآن الكريم هيكون لنا صدقة جارية. أنصح الكل يعني بإذن الله إن هو يعملها، خطوة بسيطة جدا، مش محتاجة منك فلوس ولا محتاجة منك أي حاجة، وصدقة جارية من غير أي فلوس. يا رب يكون الموضوع عجبكم، ما تنسوناش في لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.